ونزيد الشن خون نغني ونرفع اللون الشن خون نغني ونزمران السور سلحسبان يا سلحسبة ونزمران السور سلجمعية يا نفس الجمعية يا ونزمران السور إلا مران السور طوى النغوة أثما يسمى نيغ تنميث القذاوم خواشي تلوم ذم سواروت القذاسن جلود الخفاء يتواوادي الحراك النهارة يتعتقد بالجزء زي الحراك يتعيش الريف النغي عزان بالوحدة والتضامن وبالوحدة والتضامن التي توصلوا إليها من أجل الشفاء من داء السرطان. هناك يتحدثون دائما عن الشفاء لأن السرطان في تلك المدن لا يقتل ولا يفتك بساكنتها. هم يتحدثون عن الحياة وعن كيفية العيش مع السرطان
بحياة كريمة. أما نحن هنا في هذه المنطقة في هذا الإقليم، الحديث عن السرطان يعني الحديث عن الموت، عن الموت البطيء. الحديث عن السرطان يعني الحديث عن المأساة، عن الألم، عن وأنصف هذه المنطقة. المصالحة والإنصاف ليس أن تطبطبوا، المصالحة والإنصاف هو أن تنمو المنطقة، أن تنمو المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. المصالحة والإنصاف، ارفعوا أيديكم عنا لينمو بهذه المنطقة. رؤيتكم مغلوطة وكاذبة سي الوزير، تكذبون عنا. سي الوزير، المستشفى الإقليمي الواحد في هذه المنطقة يكذب في تقاريره، ولا ندري أوامر من يطبقون، من وراء تقليد الرأي العام. لماذا يكذبون؟ يكذبون في أسباب الوفاة لمرض السرطان. يجب مراجعة تقارير الوفاة لمرض السرطان، ستجدونها كاذبة. تحققوا يا إخوان أبناء الريف فيما يكتب في تقارير موتاكم، موتى أحبائكم من أسباب الوفاة. تحققوا فإنهم يستعملونها ضدنا. التقسيم الجهوي ليس مقدسا وليس منزلا من السماء. نحن أكبر من أي تقسيم فرض علينا وسيفرض عنا، إما تنمية عادلة وإما هذه الجهة لا تمثلنا. نظر مغمار وذي السنسن غبار، نظر مغمار وذي السنسن غبار، التقسيم الجهوي ليس مقدسا وليس منزلا من السماء. نحن أكبر من أي تقسيم فرض علينا أو سيفرض عنا، إما تنمية عادلة وإما هذه الجهة لا تمثلنا. تريد سيد الرئيس إعادة الحساب من جديد؟ نعم نريد إعادة الحساب، نريد إعادة الحساب. نحن لسنا بقرة حنوبا لأجلكم، نريد أن أعرف ماذا ربحنا من هذه الجهوية. إما التعاون فيها بيننا من أجل رفع مستوى الجهة، وإما فهذا التقسيم لا يهمنا. العادلة، ما نطلبه اليوم أو بالأصح ما نأمركم. سيرتو اللي عنده لاكارت ناسيونال فيها اس اس سكانر، يعطيك 3 شهور سكانر، 3 شهور ديال رونديفو. تخرج يتبعك السيكوريتي يقول لك راه 50000، 50000 دوزو تما. واو واو، حالات ديال عيالات تما كيموتوا في الشارع، كيبقاو في الشارع. وزايدون واحد الحاله اللي كاينه، هما الجيران ديالنا السونيو كيديروا لهم الترونسبور لابيلونس. حنا كتجي المحطه ديال الطرقيات المدوجده للجمعه، الكارد الوحده، الكارد الزوج، الكارد ثلاثه كومبلي. علاش؟ قال لك عطيه. حنا كنعانيو، كتعاني اكثر من المرض اللي عندك. اذا كنت مريض الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي عطاك، ولكن شكون اللي كيزيد يقتلك؟ ديالك هما اللي كيقتلوك. وفين هما؟ انا كنعاود نندد، فين هما المسؤولين بالناظور اللي انتقبوا عليهم هذا الشعب؟